بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سعيد بلقائي بكم اليوم. اليوم إن شاء الله سنلقي محاضرة بعنوان الأسس الفكرية والفلسفية لحقوق الإنسان. وقبل أن نخوض غمار البحث في هذا الموضوع، لا بأس أن أذكركم بما أشرنا إليه في الحصة الماضية، حيث تطرقنا إلى موضوع حقوق الإنسان في الشرائع السماوية، حيث أشرنا إلى الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية والشريعة الإسلامية. وكما لاحظتم على أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة بين هذه الشرائع على مستوى احترام القيم الإنسانية، احترام إنسان ككائن بشري له حقوق وعليه واجبات. ولعل أهم هذه القواسم المشتركة هي كل ما يتعلق ببعض تعاليم الوصايا العشر التي جاءت في اليهودية، والتي لاحظنا على أنها تشكل القاسم المشترك بين الشرائع الثلاث، سواء تعلق الأمر على مستوى جريم القتل أو السرقة والزنا وعدم شهادة الزور، ثم كذلك احترام حرمة المنازل. لكن مقابل ذلك لاحظتم أن بعض التعاليم التي وردت في بعض النصوص، سيما التوراة والتلمود وأيضا الأناجيل الأربع، جاءت مخلة وغير محترمة لهذه القيم الإنسانية. وقد أعطينا بعض الأمثلة من بعض النصوص، سواء التي وردت في التلمود أو التوراة، أو التي لاحظناها من خلال قراءتنا لبعض التعاليم التي جاءت في الأناجيل الأربع. اليوم إن شاء الله سنتناول موضوع يختلف عن الموضوع السابق. لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق بخطاب سماوي موحى به، ولكن الأمر يتعلق بخطاب بشري من خلال مجموعة من الفلاسفة. الفكر الفلسفي كتعريف أو الفلسفة، يمكن أن نقول باتفاق أغلبية الفلاسفة والباحثين على أن الفلسفة هي محبة الحكمة أو البحث عن الحقيقة. والفكر الفلسفي لم يكن على نمط واحد، بحيث هناك وجدنا اختلافات وتباعدات بين المفكرين والفلاسفة، ذلك أن فلسفة العصور القديمة ليست هي كذلك بالنسبة للعصور الوسطى، وفلسفة العصور الوسطى تختلف كليا عن فلسفة العصر الحديث، وهذه الآخرة تختلف عن الفلسفتين. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن نظرة الفلاسفة لحقوق الإنسان في مواجهته للسلطة تختلف من فلسفة إلى فلسفة. ولتوضيح هذه الرؤى سنتناول كما تلاحظون حقوق الإنسان في فلسفة العصور القديمة والوسطى، على أساس أنه في الحصة الأخرى سنتطرق إلى حقوق الإنسان في فلسفة العصر الحديث. إذن ماذا عن موقع حقوق الإنسان في فلسفة العصور القديمة والوسطى؟ لابد أولا أن نذكر بأنه يتعين لنا أن نميز بين فلسفة وثنية تبتعد عن كل ما هو غيبي، نظر فيها الفلاسفة بنظرية أحيانا تكون مثالية يغلب عليها الطابع المثالي، وأحيانا يغلب عليها الطابع المادي. وبين فلسفة استبغت بصبغة دينية، وهذا شأن فلسفة العصور الوسطى. إذن نحن نميز بين تصورين، تصور ينبني على فلسفة وثنية، وتصور استبغ بصبغة دينية، سيما خلال فلسفة العصور الوسطى، سواء من خلال فلاسفة الغرب أو الفلاسفة المسلمين. إذن ماذا عن موقع حقوق الإنسان في فلسفة العصور القديمة؟ أولا أحب أن أشير أنه لفهم موقع ثقافة حقوق الإنسان في فلسفة العصور القديمة، لا بد أولا
من أن نتعرف على طبيعة المجتمع اليوناني، سواء تعلق الأمر بالتصور داخل اليونان، ونتعرف كذلك على طبيعة المجتمع الروماني، بمعنى أننا سنعالج فلسفتين، هناك الفلسفة اليونانية ثم الفلسفة الرومانية. فيما يتعلق بالفلسفة اليونانية، الفرد كان يخضع إلى ثلاث سلطات. هناك سلطة الأسرة التي يتزعمها الأب، التي كانت له اليد العليا على أبنائه، إلى درجة أنه كان يسمح له بأن يبيعهم أو يتخلى عنهم لأسباب غالبا ما ترتبط بظروف مادية، إلى درجة أنه مثلا في مدينة إسبارتا اشتهرت بكون أن الأب كان يسمح له بقتل أبنائه لظروف، إما لكون أن الإبن هو له بشرة سوداء أو بنية ضعيفة أو مريض. وهناك سلطة المجتمع، إذن سلطة الأسرة التي زعمها الأب، ثم سلطة المجتمع التي كانت تسمع لخضوع المدين للدائن. إذن الشخص الذي اقترض ديون لدى الدائن فإنه يصبح رهينا لدى هذا الأخير، بمعنى أن العلاقة التي كانت داخل المجتمع اليوناني هي علاقة تبعية. ثم هناك سلطة الدولة التي كانت تعني الخضوع التام للدولة كليا لكل الأفراد. والمجتمع اليوناني كان مقسم إلى طبقات، بمعنى غياب المساواة بلغة حقوق الإنسان، غياب المساواة أمام القانون. كان هناك السكان الأصليين، ثم الأجانب، والعبيد الذين كانوا في أدنى السلم الاجتماعي، حيث لم يكن يعترف لهم بحقوق. حقيقة أن بعض القوانين حاولت أن تحد من اللا تمايز. يمكن أن نذكر قانون سولون سنة 594 قبل الميلاد، الذي أشار إلى إمكانية إعطاء فرصة للعبيد للتخلص من الاسترقاق، وكذلك منع أن يكون المدينين مستأجرين لدى الدائن. وهناك أيضا قانون بريكلس الذي حكم ما بين 444 قبل الميلاد و 429 قبل الميلاد. بريكلس هذا نادى بضرورة تطبيق العدالة والمساواة والاتحاد بين الأغنياء والفقراء. لكن المجتمع اليوناني هو مجتمع أناني. طبيعة الإنسان اليوناني ربما يختلف كما سنرى بعد قليل عن الفلسفة الرومانية، أن الرجل اليوناني هو رجل حوار، وبالتالي يحس بأنه منبع الحكمة والفضيلة، فيحس بالتعالي عن الآخرين، بمعنى أن كل المجتمعات التي توجد خارج الأرخبيل اليوناني فإنه يحق استعبادها وممارسة كل أنواع الظلم والجرم في حقها. طبيعة المجتمع، لماذا أصور هذه الأشياء؟ لكي أبين بأن الظرفية التي عاشها المجتمع اليوناني أثرت في مسار الفكر الفلسفي. ولتوضيح هذه الرؤية سنعطي نموذجين، هناك أفلاطون وأرسطو. أفلاطون معروف عليه مسألة العدالة باعتبارها مرتكز أساسي كما يقول أفلاطون للأفراد وللمجتمع وللدولة، باعتبار أن هذه الأخيرة ما هي إلا الفرد بصورة مكبرة. اعتبر أن المجتمع صفوف مختلفة، بمعنى أن الرجل هذا الفيلسوف لم يؤمن بالمساواة، رغم كل النظريات التي تعرفونها، نظرية المثول من خلال تصور أفلاطون لهذه النظرية في إطار حوار ما بين سقراط وغلوكون. إذن رغم كل هذه النظريات التي أخذ عنها العديد من المفكرين،
مع ذلك مفهوم العدالة يعني أن المجتمع صفوف مختلفة يتكون من ثلاث طبقات. هناك طبقة الحكام وهي مكونة من الفلاسفة باعتبار منبع الحكمة والمثل والفضيلة، وهناك طبقة الجنود مهمتها هي الدفاع عن الدولة وضمان حمايتها، ثم هناك طبقة المنتجين التي تتكلف بسد حاجيات المجتمع. معنى أن العبيد ليس لهم أي نصيب في هذا التقسيم. لماذا؟ لأن أفلاطون يقول أنه من الفساد في الأرض أن يتصور العبد على أنه على قدم المساواة مع سيده. إذن أفلاطون لا يؤمن بالمساواة ويعتبر أن الأفراد يجب أن يخضعوا للدولة في إطار نظام أرستقراطي الذي تدوب فيه حرية الأفراد لمصلحة الدولة. أكثر من ذلك أن الأسرة ليس على الحق في تربية الأبناء. أفكار من تالية يعتبر أن الدولة تتوفر على مؤسسات، وبمجرد ولادة هذا الطفل الرضيع فإنه يتم حمله إلى مؤسسات الدولة والدولة التي تتكلف بتربيته. ومن ثم فإن كل طبقة من الطبقات التي أشار إليها أفلاطون تؤدي واجبها وفق ما رسم لها في هذا المجال. بيت القصيد. إذن عدالة أفلاطون أو مفهوم العدالة عند الفيلسوف هو يعني أن المجتمع متكون من طبقات. هناك طبقة الحكام، إذن أفلاطون كان يدافع الحكام لكي يكونوا هم الذين يسيرون الحكم كفلاسفة، يسيرون الحكم بمعنى أن الحاكم يجب أن يكون فيلسوف. ولذلك عندما تقرأ نظرية المثل عند أفلاطون يعتبر هو يتصور أن هناك كهف، وهذا الكهف يوجد في داخل في أسفل الأرض، ومن هذا الكهف توجد فيه فوهة أي ثقب يسمح بإدخال أشعة الشمس، وفي هذا الكهف في داخل الكهف يوجد أشخاص لا يلتفتون، لا يسمح لهم الالتفات إلى الوراء، وهم مكبلون بالسلاسل لا يلتفتون إلا الجدار، والنار وراءهم. يمر أشخاص أمام النار فينعكس ظلهم على الجدار، فيعتقد هؤلاء الأشخاص المكبلين بأن ما يرونه عبارة عن أطياف وأشباح وليس أشخاص حقيقيين. ولكن يقول أفلاطون في إطار دائما الحوار بين سقراط وغلوكون، يتمكن أحد الأشخاص من تحرير نفسه فيخرج إلى الخارج فيندهش، يكشف الحقيقة، يجد بأن الأشخاص الذين يمرون أمام هذه النار هم ليسوا أشباح ولكن أشخاص حقيقيين. غير أنه عندما سيرجع إلى زملائه المقيدين لن يصدقوه فقتلوه. إذن الفيلسوف لا يصدق أي حد لأنه هو الذي يصل إلى الحقيقة. ولذلك أفلاطون تصور نظرية مثالية، اعتبر أن المجتمع صفوف مختلفة، ومن ثم فإنه ليس هناك أي مكان للعبيد لأن العبد يعتبر عبدا بالطبيعة. أرسطو رغم أنه وجه انتقادات لأفلاطون في مسألة وجود عالم المثل، ورغم أن فلسفته نهلت من الطبيعة فكر مادي من الطبيعة باعتبارها تدرك عن طريق الحواس، فإنه مع ذلك صار على نهج أفلاطون، اعتبر أن العبودية هي شيء طبيعي في المجتمع، وأن الشخص هو ناقص يخلق عبدا. وقسم المجتمع إلى فصيلتين، قال هناك فصيلة أولى حبها الله بالعلم والمعرفة، زودها بالعقل، وهذا شأن اليونانيين المتواجدين داخل أرخبيل اليوناني. وفصيلة أخرى أعطاها الله القوة الجسمانية،
ومن ثم فإن هذه الفصيلة الأخيرة التي أعطاها الله القوة الجسمانية فهي مسخرة لخدمة من؟ لخدمة الفصيلة الأولى. إذن أرسطو يعتبر أيضا على أن المجتمع ليس فيه مساواة، هناك فصيلة أولى وفصيلة ثانية، ومن ثم اعتبر على أن العبودية واجب مقدس. إذن الرجل صار رغم أنه يختلف مع أفلاطون منهجيا، كون أن أفلاطون فيلسوف مثالي وأرسطو فيلسوف واقعي له نظرة مثالية، مع ذلك تقاسم مسألة كون أن هناك عبيد بالطبيعة. طبعا يقال بأن أرسطو في أواخر حياته أوصى بإعطاء فرصة للعبيد لكي يتخلصوا من العبودية، وقيل أيضا بأنه أوصى بتحرير جميع عبيده، لكن مع ذلك يبقى الفكر الفلسفي منحصر في اللامساواة بين البشر التي تختلف عن القيم الإنسانية الكلية. طبعا الفلسفة الرواقية بزعم زينون ستوجه انتقاد لأرسطو ولأفلاطون في مسألة وجود عبيد بالطبيعة، ولكن مع ذلك لم تخرج من تلك النظرة الضيقة بكون أن العبيد يظلون عبيد، لأن زينون اعتبر بأن هناك فصيلتين، هناك العقلاء والمجانين، بمعنى أن الشخص المجنون هو الذي يختار لنفسه أن يكون مجنونا، إذن عقلاء ومجانين. إذن بيت القصيد، الفلسفة اليونانية كما تلاحظون هي لم تؤمن بثقافة المساواة بين البشر، واعتبرت أن العبودية هي مسألة طبيعية. نعم، داخل الأرخبي اليوناني كان هناك اعتراف بمجموعة من الحقوق، سيما على مستوى الحقوق الإنسانية زمن النزاعات المسلحة بلغة اتفاقية جنيف، حيث كان هناك مبدأ الإعلان عن الحرب، وأيضا مبدأ احترام الأسرى أسرى الحرب، احترام الملاعب بمعنى ما يسمى بالأعياد المدنية التي جاءت في وقت متأخر مع اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين والتي صدرت سنة 1949، ثم كذلك احترام الموتى. إذن كانت هناك بعض المقاييس الإنسانية ولكن داخل الأرخبيل اليوناني، أما الشعوب الأخرى فكانت شعوب يمكن استعبادها ويمكن استعمارها ولم يكن يعترف لها بأي حق من الحقوق الإنسانية. إذن ماذا عن الفلسفة الرومانية؟ الفلسفة الرومانية تختلف عن الفلسفة اليونانية. إذا كانت اليونان تفتخر بالفلاسفة كرمز للمعرفة وللمثل العليا وللفضيلة، فإن الفلسفة الرومانية لها طابع عسكري، اصطبغت بالصبغة العسكرية نظرا لطبيعة الدولة. الدولة الرومانية هي دولة عسكرية لأنها توسعت وأسست إمبراطورية كبيرة. فهمتم المغزى؟ إذن الفلسفة اليونانية هي فلسفة تجريد فكر، ففي الوقت الذي كان اليونانيون يحتفلون بالفلاسفة كأفلاطون وأرسطو وسقراط كرمز للمعرفة، نجد أن الفلسفة الرومانية تحتفل بشخصية الفاتحين العسكريين، حتى عين الشهور، أسماء الشهور الميلادية هي بأسماء فاتحين عسكريين، يوليو إمبراطور روماني يوليوس، أغسطس اسم إمبراطور روماني أغسطس. إذن الطبيعة يختلف. من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن السادس بعد الميلاد لم تستطع الفلسفة حتى الفلسفة الرومانية أن تخرج عن تلك النظرة الضيقة التي تؤمن بالعبودية واسترقاق العبيد. وربما أن الوضع
داخل الرومان كان أسوأ. نعم كان هناك إيمان بالحكم بمقتضى ثلاث قوانين، إذا لم تكن هناك مسألة مساواة أمام القانون، كان هناك القانون المدني يطبق على الرومانيين، القانون الطبيعي يطبق على الشعوب التي كانت تقاوم وترفض الاستسلام بحيث يسمح بالتنكيل بها وبمضايقتها وارتكاب حماقات ضد الشعوب الأخرى. ثم هناك قانون الشعوب الذي كان فيه بعض المبادئ الإنسانية إلى حد ما تطبق على الشعوب التي تستسلم بسرعة. إذن كانت هناك ثلاث قوانين بمعنى انعدام المساواة أمام القانون. داخل المجتمع الروماني كانت وضعية العبيد أسوأ حسب بعض الدراسات، أسوأ مما عليه الأمر بالنسبة لوضعية العبيد داخل اليونان. فكان يتم فرض الأعمال الشاقة في النهار على العبيد منذ الصباح الباكر إلى وقت متأخر من الليل، وعندما يتم إعادتهم إلى السجون يتم تكبيلهم بالسلاسل طوال الليل، يعني قمة الهمجية. المرأة كانت تخضع خضوع تام للزوج، بحيث كان يسمح له بطردها من المنزل وقتلها وبيعها في الأسواق. إذا لم تعجبه زوجته يقوم ببيعها في الأسواق ويشتري زوجة ثانية. إذن لم تكن هناك احترام لا لحقوق المرأة ولا لثقافة المساواة داخل المجتمع الروماني. هذه الظروف الاجتماعية ستؤثر أيضا على بعض المفكرين وعلى بعض الفلاسفة، كما ترون نشير إلى بوليبيوس وشيشرون. بوليبيوس هو صاحب نظرية الدورانية، هو أسيكليوس نظرية الدورانية التي تعني أن النظم السياسية هي في دوران، وهو من أصل يوناني ولكن تشبع بالثقافة الرومانية إلى درجة أنه كان يشارك في بعض الحروب مع الرومانيين، فخلق في مخيلة هذا الرجل فكرا فلسفيا متعصبا للدولة الرومانية، بحيث ناصر الدولة الرومانية إلى درجة أنه خرج بنظرية أنه من حق الشعوب ذات المنزلة الأعلى أن تحترم الشعوب ذات المنزلة الأدنى، بمعنى أنه ليس هناك انسجام وتوافق بين الشعوب. إذن هناك شعوب ذات المنزلة الأعلى وشعوب ذات المنزلة الأدنى، إلى درجة أنه من حق القوي أن يتغلب على الضعيف ويسيطر على أملاكه. إذن هذا الرجل بوليبيوس هو كان من المساندين للتوسع الروماني ولتكريس الهمجية والاستعباد على الشعوب الأخرى. مفكر ثاني وفيلسوف ثاني وهو شيشرون كما تلاحظون. شيشرون هو صاحب نظرية القانون الطبيعي، ستكون لنا الفرصة إن شاء الله في الحصة المقبلة لكي نقارن بين هذا الرجل وبين غروتيوس الذي الفيلسوف الهولندي الذي برز خلال مرحلة العصر الحديث. شيشرون كان من المنظرين للقانون الطبيعي وقد اعتمد على هذه النظرية انطلاقا من قراءته لفلسفة أفلاطون وأبيقور على الخصوص، واعتبر بأن هناك قانون طبيعي أزلي وخالد، وهذا القانون الطبيعي مستمد من الله، وأنه يتعين الحكم بهذا القانون الطبيعي لضمان احترام حقوق الأفراد. فالحاكم يستمد سلطته من القانون الطبيعي الذي هو قانون الله، ومن ثم فإن هذا الحاكم هو مراقب من القانون الطبيعي، مراقب من الله.
لذلك وجدنا أن شيشرون انتقد العديد من الأنظمة السياسية، انتقد النظام الملكي واعتبر بأن هذا النظام هو جائر حسب تصور شيشرون. لماذا؟ لأنه يمنع الأفراد من حق المشاركة السياسية، وانتقد النظام الأرستقراطي. لماذا؟ لأن هذا النظام تحكمه نخبة أقلية وهي التي تتمتع بالحقوق والحريات، وانتقد النظام الديمقراطي، قال بأن هذا النظام قد تسود فيه الحرية في بعض فترات الحكم، لكن سرعان ما ينقلب هذا النظام إلى نظام ديكتاتوري وتتحول الدولة إلى عصابة مسلحة. إذن ما العمل؟ العمل هو أن نحكم بقانون واحد حسب شيشرون. إذن يجب الحكم بقانون واحد مصدره الله، على اعتبار أنه في ظل هذا القانون الكل يعيش في وئام بما فيه البشر والآلهة. البشر والآلهة يمكن أن يعيشوا في وئام. شيشرون كان له تصور غريب جدا. الرجل كان يؤمن بتأسيس دستور عالمي ودولة عالمية. لنتذكر من جاء بهذه الفكرة؟ أيضا كونفوشيوس الحاكم الصيني الذي أشرنا إليه في الحصص الماضية. حاكم الصيني أيضا كان يؤمن بتأسيس دستور عالمي ودولة عالمية. شيشرون أيضا كان يؤمن بضرورة خلق دولة يعيش فيها دولة عالمية تحكم بقانون واحد، وهو قانون الله، القانون الطبيعي الذي اصطبغ بصبغة دينية. إذا كما تلاحظون على أن مفهوم القانون الطبيعي عند شيشرون هو اصطبغ بصبغة دينية، ليس كما سنرى إن شاء الله في الحصة المقبلة عندما نتناول أو الحصص المقبلة عندما سنتناول حقوق الإنسان في إطار فلسفة العصر الحديث، حيث سنشير إلى غروتيوس، وستكون لنا المناسبة لكي نقارن بين هذين الفيلسوفين. إذن بيت القصيد يتضح لنا من خلال موقع ثقافة حقوق الإنسان في العصور القديمة أن هناك توجهين. التوجه الأول يعتبر على أن هناك غياب المساواة بين البشر، وهذا شأن الفلسفة اليونانية، مساواة خارج الأرخبيل اليوناني. إذا المساواة تكون فقط داخل اليونانيين، بين اليونانيين، على اعتبار أن اليونانيين كانوا يعتبرون أنفسهم متعالين نظرا لطبيعة المجتمع الذي كان يعتبر أن مسألة العبودية وظاهرة الرق هي شيء طبيعي، وهذا أثر على أفلاطون وعلى أرسطو. أعطينا فقط كمثالين، هناك العديد من الفلاسفة، ولكن مسألة العبودية كانت تعتبر من البديهيات، يعتبرون أن الشخص يخلق عبد. الفلسفة الرومانية فيها شقين، فيلسوف بوليبيوس ذو الأصل اليوناني آمن بفكرة إخضاع الفرد خضوعا مطلقا للدولة، وآمن باللا تمايز بين البشر، يعتبر على أنه من حق الشعوب ذات المنزلة الأعلى استعباد شعوب ذات المنزلة الأدنى، من حق القوي أن يسيطر على الضعيف. الشق الثاني في الفلسفة الرومانية هو مع شيشرون. شيشرون آمن بفكرة إخضاع الدولة لقانون واحد. لماذا؟ حتى لا يكون هناك تعسف في السلطة، وهذا القانون مستمد من الله، بمعنى أن الدولة هي مراقبة، أو الحاكم هو مراقب من طرف الله، و هذا القانون هو أزلي، بمعنى صالح لكل مكان ولكل زمان. ولذلك التصور شيشرون كان له تصور شمولي، لا يؤمن بفكرة الحكم بقانون داخل دولة قطرية،
ولكن داخل المجتمع الدولي، بحيث آمن بفكرة المواطنة العالمية التي وجدنا نظيرا لها مع كونفوشيوس، اعتبر أنه يجب خلق دستور عالمي ودولة عالمية حتى يعيش البشر والآلهة في وئام وانسجام. إذن الفلسفة الرومانية فيها شقين، شق كان ضد القيم الإنسانية مع بوليبيوس، والشق الأخير كان نظرا لثقافة حقوق الإنسان على اعتبار الإيمان باحترام الجميع والحكم بمقتضى قانون واحد مستمد من الله.